جائحة كورونا كانت القشة التي قصمت ظهر العملية التعليمية في العراق بعد سنين من التخبط والفشل وتراكم الكوارث، حتى باتت مهددة بالانهيار الكامل. ومع بداية العام الحالي ظهرت علامات الانهيار التعليمي على المستوى الإداري والتقني. قد بدأ العام على تراكمات السنين الماضية من خلال إخفاقات وفشل في الجانب التربوي الحكومي وأيضا الأهلي، وبالتالي كان يفترض أن يكون هناك عملية معالجات لهذه الإخفاقات، لأن تعرف اليوم بناء جيل بشكل خاطئ سيعطي نتائج خاطئة، وهذه كان يفترض أن تناقش في مجلس الوزراء تصحيح هذا المسار الخاطئ من خلال المعطيات الموجودة على الأرض، قلة الملاكات، المدارس المتآكلة خاصة في الأقضية والنواحي والقرى والأرياف التي بنيت من طين. عملية تدمير التعليم العام أمر ممنهج له دوافعه وغاياته، دفع الناس إلى التعليم الخاص من أجل الكسب المادي، ومخصصات وزارة التربية تتم سرقتها. لا توجد هنالك رؤية واضحة وحقيقية من قبل وزارة التربية ولا القيمين على وزارة التربية بالنهوض الواقع التربوي والتعليمي بالعراق، هنالك إهمال واضح، هذا الإهمال اللي ربما يكون متقصد ومتعمد من قبل عدد من الأيادي والمتنفذين في وزارة التربية لإفشال التعليم الحكومي، وبالتالي نشاهد الآن هنالك خلل بالتعليم الحكومي، لكن هنالك تركيز واهتمام واضح بالتعليم الخاص. ويشتكي أهالي الطلاب من ضبابية العملية التعليمية، ويعتبرون الاحتلال الأمريكي نقطة التحول إلى عراق افتقد مقومه الأساس المتمثل بالتعليم. من بعد 2003 ولحد الآن التعليم انتهى بالعراق، سواء من الابتدائية أو المتوسطة أو الإعدادية. يعني أصور لك هسه بالابتدائية أنا عندي أعرف كثير من المدرسين يدرسون طلاب وطالبات في الابتدائية، يعني أهلهم إجوا وقالوا لهم يابا ترى يعني ما يعرفون الدار من الدور، قاموا يأخذونها المدرسين، مدرسين خصوصيين ما له علاقة بالتعليم. تجي للمتوسطة نفس الشيء، الإعدادية نفس الشيء، زائدا الشهادات المزورة. يعني بس أريد أعرف أنا هسه كثير من المدارس يعني كرفانات، إحنا 2003 ثالث بلد بالنفط، كرفانات المدارس مالته. ولا تتوقف شكايات الطلاب من اكتظاظ المدارس والمعاملة الإدارية السيئة وتحول التعليم إلى عملية تجارية. صراحة صارنا أول شيء صارنا سنتين قاعدين تدريس، ماكو فاشل، ماكو حتى كتب يعني ميسلمونا، وكل شيء يعني حتى تدريس فاشل، يعني قاعات امتحانية تبريد ما بيها، بنكات ما بيها، الوضعية كلش تعبانة. يعني الصف يقعد بيه كل صف 50 طالب 60 طالب، ما يعني ما عدا المعلمين اذا مو بفلوس ما ينجحون. هاي تعال لو تدرس يمه وينجحك، اذا ما تدرس يمه يخابرك والله انت راسب والله انت ما ادري شنو. جهود كبيره واعاده بناء من القاعده يحتاجها الجانب التعليمي في العراق، وكل ذلك مرتبط اولا باعاده بناء الدوله.